بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كتير في الأسرة بتحصل مشاكل على مواقف معينة، يحصل موقف وبعد الموقف ده تبتدي يحصل مشكلة بسبب هذا الموقف، والمواقف دي ممكن تكون مواقف كبيرة أو مواقف صغيرة. مواقف كبيرة مثلا أن الزوج أو الزوجة تكتشف أن الطرف الثاني اشترى حاجة كبيرة قوي أو حاجة غالية من غير ما هو يبقى عارف أو من غير ما هي تبقى عارفة، فتحصل خناقة بينهم وإزاي تصرف المبلغ الكبير ده. أو ممكن يكون موقف صغير، مثلا حد نسي النور والع وما طفاش النور، ونلاقي خناقة حصلت برضه بسبب الموقف الصغير ده. أنا عايز أفرق ما بين المواقف والموضوعات اللي احنا بنختلف عليها. أقصد إيه؟ أقصد مثلا شراء شيء معين ده بنسميه موقف، لكن ده بيفجر مشكلة كبيرة ربما حوالين موضوع المال، كيفية التصرف في المال وازاي اعمل ميزانية للأسرة وازاي ان احنا نصرف مع بعض بتفاهم ومحبة وصراحة. فلما يكون في موضوع في الأسرة زي موضوع المال ده مش محلول، هتلاقي كل ما يحصل موقف يمس هذا الموضوع تتكرر نفس المشكلة. ففي موضوعات كتيرة في حياتنا أو في الأسرة لابد إنها تكون في اتفاق حواليها ويكون في ارتياح من الطرفين وتفاهم حواليها، لأن لو ما وجدناش الارتياح والتفاهم حوالين الموضوعات دي، تلاقوا كل ما يحصل موقف يمس موضوع من الموضوعات دي تحصل مشكلة. الموضوعات كتيرة، مثلا المال، الماديات في الأسرة، التواصل، الكوميونيكيشن، ازاي احنا نتكلم مع بعض، الأولاد وتربية الأولاد. ممكن يكون الزوج له فلسفة والزوجة ليها فلسفة، وتلاقوا أول بقى ما يحصل موقف يبتدوا يتخانقوا مع بعض، لكن عمرهم ما قعدوا واتناقشوا على فلسفتهم في تربية الأولاد. علاقتهم الزوجية ممكن تكون سبب مشاكل. الأسرة، الأم يعني أب والأم بتوع الزوج والأب والأم بتوع الزوجة، يعني أحيانا تلاقوا مكالمة تليفون من الزوج لوالدته تعمل مشكلة كبيرة ما بين الزوجة وزوجها، وتلاقوا كل ما يحصل أي كوميونيكيشن ما بين هذا الطرف وأسرته تنفجر مشكلة كبيرة ما بين الزوج وزوجته. ده معناها ان الموضوع بتاع الاسرة الام دي ما تحلش، مفيش اتفاق عليه، مفيش تفاهم عليه. الترفيه، يتفسحوا ازاي ويخرجوا ويقضوا وقتهم ازاي، تلفزيون الى اخره. بعض العادات غير المرغوبة اللي ممكن تبقى موجودة، زي مثلا سجاير، زي مثلا لو في استخدام للالكول، زي لو استخدام سيء للتلفزيون والانترنت والتشاتنج روم والحاجات دي كلها. المستقبل وايه خطتي للمستقبل، الكارير بتاعنا ده، ممكن تكون الكنيسة والخدمة، يكون مثلا كل اسبوع مثلا لو هي خادمة ونشيطة تحتك مع الخدام والخادمات والافتقاد، تلاقي كل اسبوع ممكن تحصل مشكلة بينها ما بين زوجها،
هو شايف انها بتتاخر وما بتقعدش في البيت ومديه وقت للكنيسه اكتر منه الى اخره. فيبقى كل موقف بيفجر مشكله، ده معناه ان هما ما قعدوش مع بعض واتناقشوا واتفاهموا على موضوع الكنيسه والخدمه. الاعمال المنزليه ومين يعمل ايه الى اخره، يعني في موضوعات كتيره. بس اللي انا عايز اقول اني نادرا ما بيجي الزوج والزوجه يقعدوا يتناقشوا حوالين الموضوعات دي. لكن امتى يتناقشوا حوالين الموضوعات دي؟ لما يجي حدث او موقف يفجر المشكله فيبتدوا يتكلموا على الموضوع ده. وهنا السؤال، هل ده انسب وقت ان انا اناقش هذا الموضوع لما يكون في حدث او موقف بيفجر المشكلة ولا لا؟ يعني مثلا زوجة اكتشفت ان جوزها اشترى حاجة بمبلغ كبير، اهو ده حدث، تبتدي بقى تتخانقوا مع بعض على موضوع المال، هل تفتكروا ان ده انسب وقت يتناقشوا على موضوع المال؟ بالتأكيد لا. لان عادة ان الموضوعات دي بتمس مشاعر عميقة ودفينة كمان داخل الشخص نادرا ما نتحدث عنها. اقصد ايه بالكلام ده؟ يعني مثلا الزوج اللي بيشتكي من مراته انها بتقضي وقت كتير في الخدمة، ربما هي تتهم ان انسان مش متدين وان هو انسان ما بيحبش ربنا وبعيد عن الكنيسة عشان كده مش عايزة تخدم. وربما الواقع يكون هو مش كده، هو يكون انسان متدين وله علاقة حلوة بربنا وبيحب الكنيسة وبيحب الخدمة، بس هو شاعر ان مراته ما بتدلوش الاهتمام اللي هو محتاجه. وزي ما هنتكلم لما نيجي نتكلم على مشاعرنا الدفينة، احيانا كتير ما بيحسش بالامان انه يتكلم عنها، لان ممكن الاخر يرفض او يحتقر او مديش الاهمية الكفاية لمشاعري. علشان كده بتظهر في صورة خناق، يعني هو بدل ما يقول لها ان انا محتاج وقت منك ومحتاج ان احنا نقضي وقت مع بعض وانتي مش مدياني الوقت، يتخانق معها على انها بتخرج كتير وبتخدم كتير وبتقضي وقت كتير في الكنيسة، لان هو مش قادر يعبر على احتياجه بطريقة سليمة. احيانا الموضوعات دي بتخفي تحتها مشاعر عميقة ودفينة نادرا ما نتحدث عنها. علشان كده في المحاضرة دي عايز افرق ما بين المواقف، زي مثلا واحد اشترى حاجة او واحدة اتأخرت في الخدمة او واحد كلم والدته مثلا، ده الموقف ده اللي بنسميه ايفنت. والموضوعات زي ما اتكلمنا، موضوع المال، موضوع الخدمة، موضوع الانلوز، الاسرة الام، الاعمال المنزلية، الكارير، المستقبل، كل دي الموضوعات. والمشاعر الداخلية او الاحتياجات الداخلية، يمكن كلمة احتياجات ادق من كلمة مشاعر، والاحتياجات الداخلية اللي هي بتبقى تحت كل بقى الموضوعات دي الجذور اللي هي بينتج عنها الموضوعات، بينتج عنها الاحداث. وهنشرح اهمية ان احنا ازاي نفرق ما بين الاحداث او المواقف وما بين الموضوعات وما بين المشاعر العميقة او الاحتياجات العميقة، وازاي نتعامل مع كل منها على حدة. وبالنسبة للاحتياجات الداخلية العميقة دي، هي في احتياجات كتيرة، لكن لاحظنا ان في الاسرة بيبقى في 6 احتياجات اساسية محتاجة الاشباع، 6 احتياجات او مشاعر اساسية محتاجة الاشباع. ولما ما بيكونش في اشباع للاحتياجات الاساسية الستة دولت، بينشأ عنها الموضوعات والمواقف اللي بتفجر مشاكل. 6 احتياجات دولت، اول حاجة اللي بنسميه power and control، القوة والسيطرة والتحكم، وهنشرح ايه اللي نقصده بالموضوع ده. الاحتياج الثاني
الالتزام الكوميتمنت كوميتمنت تو ذا ريليشن شيب، الالتزام بهذه العلاقه. الاحتياج الثالث الحب والعنايه، لاف اند كير، ان الواحد يشعر ان هو محبوب وان الاخر بيهتم بكل احتياجاتي وبيعتني بي. ثالث حاجه او رابع حاجه اللي بنسميها الانتجريتي، انتجريتي الامانه او الاستقامه، ان يكون الداخل زي الخارج، ما يكونش من تصرفاتي بتعكس الصورة غير اللي في باطني. المشاعر او الاحتياج الخامس اللي هو التقدير، ريكوجنيشن، ان انت تحس ان انت الاخر ده بيقدرك و ان هي از ابريشيتنج كل اللي انت بتعمله، ابريشيشن. واخر حاجه القبول، الاكسبتنس، ذا اكسبتنس، ان الانسان يحس ان هو اكسبتد ان ذا ريليشن شيب. نبتدي نتكلم بقى على موضوع الايفنتس، الاحداث، المواقف، ونشوف ازاي نقدر نتعامل معها. اغلب الاسر بيبقى عندهم موضوعات محلوهاش وما تكلموش عليها، زي التعامل مع الاسرة الام، زي الكارير، زي الفلوس، زي تربية الاولاد، زي بعض العادات غير المرغوب فيها الموجود في الاسرة، الى اخره، موضوعات كتير. والموضوعات دي موجودة في ذهننا وفي بالنا، ولكن كتير ما بنتكلمش عنها الى ان يحدث موقف، الموقف ده يثير الموضوع ونبتدي نتكلم عنه. وهنا السؤال اللي انا سألته من شوية، هل ده انسب وقت ان انا ناقش الموضوع؟ الاجابة بكل تأكيد لا. ليه بقى؟ لان وانس ان حصل موقف والموقف ده ابتدى يضايقني، ابتديت هنا اغضب، ابتديت اتنرفز، ايضا بركز على الحدث نفسه، على الموقف نفسه مش على الموضوع. يعني مثلا لو واحد اكتشف ان زوجته صرفت مبلغ كبير فتضايق، فابتدى بقى يتخانق ويزعق وازاي صرفت المبلغ، فهو هنا بيتكلم على موضوع الحدث صرف المبلغ الكبير، بدل ما بيتكلم على موضوع المال وان احنا نحط سياسة احنا الاثنين متفقين عليها ازاي نتصرف في الامور الماديه في الاسره. ده غير كده ممكن اكتشاف المواقف دي او المواقف دي بتحدث في وقت غير مناسب للكلام. يعني مثلا يكون هو الصبحيه خارج الشغل وهي بتقول له على حاجه معينه فيتضايق يزعق ويحصل خناقه، او يكون لسه راجع من الشغل، او يكون رايحين الكنيسه، او يكون مثلا في مشوار خارجين مثلا يشتروا حاجة مع بعض ويحدث شيء كده ينرفزهم ويضايقهم. فبيبقى الوقت نفسه والجو نفسه غير مناسب ان احنا نعمل حوار بناء نحل فيه الموضوعات دي ونتفق فيها على السياسة العامة. علشان كده من الحكمة ان احنا نفصل ونفرق ما بين المواقف والموضوعات. اقصد ايه نفصل ونفرق ما بين المواقف والموضوعات؟ يعني عند حدوث حدث بيضايقني، اكتشفت ان في فلوس كتيرة اتصرفت، اتعامل مع الموقف على انه موقف فقط، ولكن ااجل الكلام عن موضوع سياسة المال لوقت تاني، اكون انا نفسيا مهيأ ان انا ناقش موضوع زي كده عشان نوصل لحلول. طبعا احيانا بيبقى عندنا ميل كبير لمناقشة الموضوع، ولكن طبعا هذا الميل الكبير لمناقشة الموضوع ممكن بيؤدي الى ازمة ومشكلة صعب انها تتحل، وخصوصا لما بيكون منفعلين ممكن نجرح بعض
وبتبقى اكتر من مشكله. يعني بدل ما بتبقى مشكله فقط مثلا بسبب المال او بسبب تربيه الاولاد ان احنا مختلفين في الراي، تبقى اكتر من مشكله، بقت مشكله بسبب المال، زائد جرحنا مشاعر بعض بهنا في اهانه، زائد الغضب، زائد بتخش بقى في اكتر من موضوع محتاجين يتحلوا. طبعا لو الوقت غير مناسب او احنا مستعجلين مش هنقدر نوصل لحلول، فالتاني ممكن يحس ان انت بتتحكم فيه وعايز تفرض رأيك عليه، وهنا بقى نخش بقى للمشاعر العميقة، ان الواحد يحس ان التاني ده مسيطر ومش عايز يسمع رأيي ومش عايز يتفاهم الى اخر بقى كل هذه المشاعر اللي بتعقد الامور والمواقف. علشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا انه لكل شيء تحت السماء وقت، للكلام وقت وللصمت وقت، والحكمة تقول هذا الوقت ليس وقت للكلام، عد الموضوع، وبعد ما يعد الموضوع او عد الحدث، اسف، عد الحدث او الموقف، بعديه بسلام، وبعد كده في وقت تكونوا انتوا الاتنين رايقين ومستعدين للحوار البناء تقعدوا وتتناقشوا مع بعض. يعني ممكن مثلا في حدث زي ده تتكلم تقول انا شاعر بعدم ارتياح للطريقة اللي المصاريف بتتصرف بيها، وده يخليني محتاجين ان احنا نقعد نتكلم في الموضوع ده، بس الوقت حاليا مش مناسب، فنتكلم باذن الله يمكن بكرة او النهاردة بالليل، وتحددوا وقت يكونوا انتوا الاثنين مستعدين فيه للكلام. طبعا الكلام ده لما تسمعوه تفتكروا ان هو مثالي جدا، لكن هو ده الطريقة ان احنا نحل بيها مشاكلنا. لان انت لما تنفعل وتزعق وتتخانق وازاي حصل وازاي صرفت المصاريف دي، طب وبعدين ايه النتيجة؟ ايه النتيجة اللي بتوصل لها؟ مشكلة وزعل وخصام وجرح للمشاعر، توصلوش لحاجة. لكن لو قدرت تضبط اعصابك في الوقت ده وتعبر عن عدم ارتياحك للموقف وتحدد وقت انك تتناقشوا فيه في الموقف ده، ده هيكون very very constructive و very effective in solving your problems، وتحل المشاكل بينكم وبين بعض. طبعا في ناس ما بتحبش تستخدم الاسلوب ده، يقولك لان عمرنا ما هنقعد ونتفاهم، الطرف التاني هيفضل يتهرب. لكن هنا لازم يكون في عندنا احساس بالمسؤولية، ان لما يكون في موضوع مش مريح طرف من الطرفين، احنا الاتنين مفروض يكون عندنا هذا الاحساس بالمسؤولية ان احنا نقعد ونحدد وقت ونتفاهم فيه. طبعا القعدة دي تبتدي بصلاة، ونقعد نتكلم مع بعض بمحبة وبتفاهم وبصراحة، ونقدر نوصل لحل مع بعض. وإلا عارفين هتبقى حياتكم زي ايه؟ زي واحد ماشي في حقل مليان ألغام. ما هو ايه الألغام دي؟ الألغام هي الموضوعات اللي موجودة تحت الأرض، ولما بتيجي تروح دايس عليه ده الموقف اللي هو بيخلي اللغم ده ينفجر. فتبقى كأن الواحد كده مش عارف امتى اللغم الجاي هينفجر. يقولك يعني اهو احنا عايشين من موقف لموقف، وكل موقف بيحصل فيه انفجار قد كده. وطبعا الحياة في حقل ألغام بيخلي الزوجين، احنا الاتنين مفروض يكون عندنا هذا الاحساس بالمسؤولية ان احنا نقعد ونحدد وقت ونتفاهم فيه. طبعا القعدة دي تبتدي بصلاة، ونقعد نتكلم مع بعض بمحبة وتفاهم وبصراحة، ونقدر نوصل لحل مع بعض. وإلا عارفين هتبقى حياتكم زي ايه؟ زي واحد ماشي في حقل مليان ألغام. ما هو ايه الألغام دي؟ الألغام هي الموضوعات اللي موجودة تحت الأرض، ولما بتيجي تروح دايس عليه ده الموقف اللي هو بيخلي اللغم ده ينفجر. فتبقى كأن الواحد كده مش عارف امتى اللغم الجاي هينفجر. يقولك يعني اهو احنا عايشين من موقف لموقف، وكل موقف بيحصل فيه انفجار قد كده.
وطبعا الحياة في حقل ألغام بيخلي الزوجين عصبيين تنس، مش شاعرين بالسلام، لأنه حاسس كده أنه حتى لما يكونوا في فترة هدوء بينهم وبين بعض يقول لك أنا مش عارف بس الانفجار جاه هيحصل إمتى. ففعلا وبيستخدم كلمة انفجار زي انفجارات كده في حقول ألغام، لكن لما بنكون احنا بنتكلم مع بعض بارتياح وبمحبة وبصراحة وبنقدر نفصل ما بين المواقف وما بين مناقشة الموضوعات، ده بيخلينا نقدر نوصل إلى جو من التفاهم والمحبة ونقدر نحل المشاكل بتاعتنا. ازاي بقى نتكلم على الموضوعات دي؟ انا كنت اديتها في محاضرة قبل كده على البروبلم سولفينج تكنيك، ازاي احنا نعمل بروبلم سولفينج، ازاي نقعد نناقش الموضوعات بتاعتنا ونوصل فيها لحلول. لكن الجزء اللي فات ده كنت عايز اكد على اهمية الفصل والتفريق ما بين الحدث او الموقف والموضوع، وان انا ما اقدرش اناقش الموضوعات لما الحدث يفجرها، لكن وقت ما بيحدث حدث معين بتعامل معاه بموضوعية وبسلام، وبعد الموقف ده وبحدد وقت بنكون احنا الاتنين فيه مرتاحين نفسيا ومؤهلين ومستعدين للحديث عن الموضوع اللي بيشغلنا، نقدر نوصل فيه لاتفاق او سياسة عامة. في اغلب الاوقات سهل ان احنا نتعرف على الموضوعات اللي بتفجرها المواقف، زي مثلا الامثلة الثلاثة اللي انا قلتهم لكم ولا الاربعة. المثال مثلا بتاع شراء شيء، ده يبقى الموضوع هو المال. مثلا مكالمة مع الاسرة الام، يبقى الموضوع العلاقة مع الاسر بتاعت الزوجين. زي مثلا الخادم او الخادمة اللي بيقضوا وقت كتير في الخدمة، يبقى الموضوع هنا على الخدمة والكنيسة. زي مثلا يعني اي حاجة مثلا اختلاف على تربية الاولاد، يبقى الموضوع هنا تربية الاولاد. لكن احيانا في مشاكل بتنتج عن مواقف تافهة لا تستحق ان تكون مشكلة، وهنا احيانا يجوا الزوجين يقولوا انا عايز اعرف سبب المشكلة ايه، انا عايز اعرف احنا بنتخانق ليه. تلاقي مفيش موضوع بيتكلموا عليه، تلاقي مثلا يعني حاجة ممكن تكون حاجة تافهة جدا تسبب خناقة. مثلا يرجع الزوج يلاقي مثلا القميص بتاعه ما اتكواش فيتخانق يعمل خناقة. طب هو ايه الموضوع اللي انا بتكلم هنا عليه؟ تلاقوا حاجات صغيرة جدا ممكن تعمل مشكلة كبيرة، تعمل زعلة كبيرة. عادة لما بتلاقي من الصعب ان انت تشخص ايه الموضوع اللي سببه الخناقة دي، انا اقولك احنا بنتخانق على امور تافهة. كتير من الازواج يقولك احنا دايما بنتخانق على امور تافهة، فيش حاجة كبيرة بيننا. اكشوالي في الواقع هو في حاجات كبيرة بينها، بس الحاجات الكبيرة اللي بينهم دي مدفونة ومش عارفين يخرجوها، فبتخرج في صور خناقات على امور تافهة. عشان كده غالبا لما بيحصل خناقات كتيرة بسبب امور تافهة، بتكون المشكلة اللي بنسميها المشاعر الخفية او الدفينة، او بنسميها الاحتياجات العميقة داخل الانسان. وبنسميها خفية لانها غالبا لا تظهر في الحوار. تلاقي مثلا هو بيتخانق معها انها ما كوتلوش القميص، كل الخناق بتدور على موضوع انها تكوى ما بتكويش والى اخره. انما ممكن يكون في مشاعر جواه ان هو حاسس ان هي ما بتحبوش، انها ما بتهتمش بيه، فهو ما طلعش المشاعر دي، انما الخناقة كلها على ان هو ما كوتلوش الهدوم بتاعته. عشان كده لما نعرف المشاعر اللي جوانا دي ونبتدي نطلعها نتكلم عنها في جو من الحب والصراحة والقبول، دي هتخلي المشاكل اللي بتطلع على موضوعات تافهة دي تختفي،
وما تحصلش المشاكل اللي على الموضوعات التافهة والصغيرة. وزي ما قلت لكم هنتكلم على القوة، على 6 احتياجات عميقة أو مشاعر خفية، وهنتكلم عليهم واحدة واحدة. أول حاجة هتكلم عليها القوة وحب السيطرة، power and control. كتير تلاقي في أفكار بتدور في ذهن الزوجين حتى لو ما قالوهاش، لكن في تساؤلات بتدور في ذهنهم. يا ترى مين له الكلمة الأخيرة في البيت؟ يا ترى مين له الرأي النهائي؟ يا ترى هل رغباتي واحتياجاتي وآرائي مهمة عند الطرف الثاني ولا لا؟ هل يا ترى في مساواة؟ هل بياخد رأيي واعتباري ولا هو دايما بينفذ اللي رأيه؟ هل انا بأشارك في صنع القرار ولا لا أشارك في صنع القرار؟ هل كل قرار دايما مرفوض والتاني يفضل يجادل ويجادل 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 لغاية لما أزهق فأقول له خلاص أنا موافق، وقول خلاص هي وافقت وبيعتبر أن دي موافقة، ما بيعتبرش أن أنا مجرد زهقت من كتر الجدال ومش عايز الجدال يستمر لفترة طويلة؟ هل في تعنت في الآراء ولا لا؟ هل في سيطرة؟ هل في تعاملك مع الآخر بتشعر ان انت فقدت حريتك، ان في جزء كده من حريتك بتفقدها، مش قادر تعبر عن رأيك، مش قادر تاخد قرار، ولا انت بتشعر ان لازم كل شيء يكون تحت سيطرتك وبتتعب جدا لو في حاجة مش تحت سيطرتك؟ وهنا أحب أوضح الآية اللي كتير من الأزواج بيستخدموها، اللي هي أيتها النساء اخضعن لرجالكن. لأن أحيانا حب السيطرة بيتبرر بالآية دي، إن الكتاب المقدس بيقول أيتها النساء اخضعن لرجالكن. هتلاقوا ان الباسج اللي هي في افسس 5 اللي بتقري في صلاة الاكليل، اللي بتتكلم على المحبة والخضوع، تلاقوا الآية بتقول ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، وتلاقوا برضو دي في عدد 22، وفي عدد 25 يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة أيضا وأسلم نفسه لأجله. والحقيقة كنت قريت تعليق لذيذ على الآيات دي، قال لما نيجي نفسر الآيات دي، هل نفسر الآيات إن هذا القول فقط للنساء وهذا القول فقط للرجال، ولا نفسرها ان الوصايا للاثنين مع بعض؟ بمعنى ايه؟ بمعنى هل الكتاب المقدس يطلب من النساء الخضوع ولا يطلب منهم محبة ازواجهم؟ والكتاب المقدس يطلب من الرجال الحب ولا يطلب منهم الخضوع؟ ما هو يبقى لو انا فهمت ان الخضوع فقط للنساء والرجال غير مطالبين بالخضوع، يبقى لابد ان انا افهم ان المحبة دي وصية فقط للرجال والنساء غير مطالبين بالحب. ولو ابتدينا نستمر في علاقة زي كده، اني الرجل يحب
ولا يخضع. لا يخضع بمعنى ما يتناقش مع مراته، ما ياخدش رأيها في حاجة، ما يسمعش كلامها. والمرأة تخضع ولكن لا تقدم محبة. تبقى العلاقة دي شكلها ايه؟ ما تبقاش دي العلاقة المسيحية اللي ربنا قصدها للكنيسة. قصدها، انا بقول الكنيسة لان الكنيسة علاقتها بالمسيح علاقة حب وخضوع. ونفس العلاقة دي ربنا عايزها تبقى موجودة في الأسرة. تقول لي طيب السيد المسيح بيحب الكنيسة والكنيسة بتحب السيد المسيح والكنيسة بتخضع للسيد المسيح، طب نقدر نقول ان السيد المسيح يخضع للكنيسة؟ طبعا التعبير السيد المسيح يخضع للكنيسة ده تعبير يعني صعب شوية وما نقدرش نقبله، لكن هديكوا قصص نفهمها مع بعض. لما ربنا يقول لإبراهيم أو يقول هل أنا أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعله، ويبتدي ربنا يتشاور مع إبراهيم في هلاك سدوم وعمورة، ويبتدي إبراهيم يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، ويعاتب ربنا، وربنا يسمع لكلام إبراهيم ويقول له طيب لو لقيت 50 مش أحرق المدينة. هنا مش ربنا أخذ في اعتباره رأي إبراهيم؟ أي نعم في الآخر طلع رأي إبراهيم غلط، وربنا ما لقاش في المدينة حتى 10 أفراد. لكن هذا الحوار بيبين إيه؟ بيبين أن الله تعامل مع عروسه كنيسة، الممثل هنا في شخص إبراهيم، بالتفاهم، وقبل الانتقاد. يعني ده كلام شديد قوي اللي قاله إبراهيم لربنا لما قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، وقبل هذا الانتقاد وتفاهم معاه وقال له طب لو في 50 زي ما انت قلت هصفح عن المدينة. ومش قبل مرة، ده مرة واثنين وثلاثة إبراهيم قعد يفصل مع ربنا، طب لو 45، طب لو 40، طب لو 30 إلى آخره. نفس الكلام مع موسى، ربنا يقول له موسى اتركني، زي ما يكون موسى مانع ربنا ان هو يفني شعب بني اسرائيل، وموسى يقول له لا لو انت هتعمل كده امحو اسمي من سفر الحياة، انت عايز الناس يقولوا علينا هو اخرجهم من ارض مصر عشان يبيتهم في البرية. وهنا ربنا يعمل ايه؟ ياخد رأي موسى. وهو ده الكونسيبت بتاع الشفاعة. هي عن ايه الشفاعة؟ ان الله يقبل شفاعة الكنيسة في اولاده، شفاعة القديسين في اولاده. يبقى هنا ربنا يأخذ في اعتباره رأي عروسه الكنيسة. ان كان الله ديان الارض كلها بيعمل كده، يبقى هنا موضوع القوة وحب السيطرة والتحكم، مين يقول ان هذا حق مطلق، وان الـ 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 ان المرأة مطالبة فقط بالخضوع والرجل غير مطالب بانه يأخذ رأي امرأته في الاعتبار؟ ده ربنا مرة قال لإبراهيم، قال زي ما تقول لك سارة افعل. اي نعم الوصية جت موجهة للنساء بالخضوع وموجهة للرجال بالحب، مش علشان تدي سلطة للرجل او تأمر المرأة بالخضوع فقط، ولكن هذه الوصية جت لكي ما تشبع احتياج في الرجل واحتياج في المرأة. لان احتياج المرأة الاساسي هو الشعور بالحب، لان المرأة بطبيعتها وجدانية وعاطفية. اي نعم هي ايضا محتاجة انها تشعر بالاحترام والتقدير، لكن الشعور الاساسي اللي هي محتاجاه هو الحب.
والشعور الاساسي اللي بيحتاجه الرجل هو الاحترام. اي نعم هو محتاج الحب ايضا، ولكن الشعور الاساسي احساسه بالاحترام والتقدير. من هنا جت الوصية: ايتها النساء اخضعن لرجالكن وايها الرجال احبوا نساءكم. ده علشان تشبع احتياجات داخلية عميقة حسب التكوين النفسي للرجل والتكوين النفسي للمرأة. ومعلمنا بولس الرسول يقول: وليخضع كل منكما للآخر، وليخضع كل منكما للآخر. لأن هنا الخضوع بمعنى التفاهم والحوار، وان احنا نعمل مع بعض as a team، كفريق. وده مش هيحدث الا بالحب والتواضع، الحب والتواضع الحقيقي. زي ما القديس الانبا انطونيوس يقول: الحب والتواضع يخضعان لنا الوحوش. يعني بالمحبة الحقيقية والسلوك المملوء بالتواضع نستطيع ان نخضع حتى من لهم طبع وحشي. بل الحب والتواضع يخضعان لنا الوحوش.